كالسيتونين. في الفيديو ده هنتكلم على كل المعلومات الخاصة للكالسيتونين تيست. في البداية هنبتدي بالسينينوم. الكالسيتونين احنا بنسميه السيروكالسيتونين لانه بتفرز من السيرويد جلاند، وبنختصره بالسي تي او الاتش سي تي. الاتش هنا للهيومن كالسيتون. السبيسمن او العينة اللي بنستخدمها بنقيسه في عينة السيروم، ولازم بنعمل فاستنج لمدة 10 ل 12 ساعة بفور سبيسمن كوليكشن. الريفرنس فاليو في الميل بتبقى up to 19 بيكوغرام بير ملي لتر، في الفيميل بتبقى up to 14 بيكوغرام بير ملي لتر. الميثود اوف ميجرمنت بنقيسه عن طريق الإلايزا كيتس. الكالسيتونين عبارة عن هرمون secreted by thyroid cell اللي احنا بنسميها البارافوليكولار سيلز due to hypercalcemia. الثيرويد جلاند بتتكون من مجموعة من الفوليكل بنسميها ثيرويد فوليكل، واللي بيبقى فيها الفوليكولار سيلز. بجانب الفوليكولار سيلز بيبقى موجود البارا فوليكولار سيلز اللي احنا بنسميها السي سيلز، وبنسميها السي سيل لانها بتفرز الكالسيتونين، في حرف السي جاي من الكالسيتونين. البارا فوليكولار سيلز بتبقى موجودة adjacent to فوليكولار سيلز، وموجودة في الانترستيشال تيشوز ما بين الثيرويد فوليكلز. بيحصل استيميليشن للسي سيل او البارا فوليكولار سيلز في حالات الهايبر كالسيم. الفانكشن اوف كالسيتونين، الكالسيتونين اكتس تو ريديوس السيرم كالسيوم كونسنتريشن، بيقلل السيرم كالسيوم كونسنتريشن بالاضافه للفوسفيت، وبيعمل انكريز للبون كالسيوم ابسوربشن. زي ما قلنا الكالسيتونين بيزيد في حالات الهايبر كالسيميا. وظيفه الكالسيتونين هو بيعمل ريدكشن للكالسيوم والفوسفيت من السيرم، عشان كده بيعمل لهم بريسبتيشن داخل البون، وعشان كده بيزود البون كالسيوم ابسوربشن. والاكشن اوف كالسيتونين بيبقى ان اوبوزيشن تو باراثيرويد هرمون، بمعنى ان هو اكشن معاكس للباراثيرويد هرمون، لان الباراثيرويد هرمون وظيفته ان هو بيطلع الكالسيوم من البون للبلازما. وعشان كده الكالسيتونين هرمون بيعمل انهانسز البون مينراليزيشن. طالما هو بياخد كالسيوم والفوسفورس من البلد وبيدخلهم داخل البون، ده اللي احنا بنسميه البون مينراليزيشن. وزي ما قلنا ده بيتم من خلال ان هو بيعمل انهبيشن للباراثيرويد هرمون فانكشن، بحيث ان هو بيعمل انهبيشن للبون ريسوربشن، او بيعمل انهبيشن لعمليه الدستراكشن للبون بواسطه الباراثيرويد هرمون. الكالسيتونين بيقدر يعمل ديكريز للكالسيوم في السيرم من خلال ان هو بيعمل بلوك للاوستيوكلاستيك اوستيولايسيس، وكمان بيعمل ستيميليشن للاوستيوبلاست سيلز تو تيك كالسيوم ان ذا بون ستراكشر. زي ما احنا شايفين في البون بنلاقي خليتين رئيسيتين، اول خليه بنسميها الاوستيوكلاست سيل، وهي وظيفتها عمليه الريسوربشن للبون او تفتيت البون واللي بتطلع منه الكالسيوم والفوسفورس. الخليه الثانيه وهي الاوستيوبلاست سيلز، وظيفتها هي البيلدينج اب للبون، ان هي بتاخد الكالسيوم والفوسفورس وبترسبه او بتستخدمه في بناء البون. عشان كده لما بتزيد الاكتيفيتي للاوستيوبلاست سيلز بتعمل ابسوربشن للكالسيوم من السيرم وبترسبه في البون، عشان كده احنا بنسميها مينراليزيشن للبون. وذيس ميكانيزم ويل ديكريز البلاد كالسيوم بالاضافه كمان للفوسفورس. وبالتالي الكالسيتونين بيبقى مهم جدا في البون مينراليزيشن. زي ما احنا شايفين في الصوره بنلاقي ان الكالسيتونين بيخلي البون فيلد ويز الكالسيوم والفوسفورس، عشان كده بنسميه البون مينراليزيشن. ولكن في حاله الباراثيرويد هرمون بيعمل بون ريسوربشن من خلال الاوستيوكلاست سيلز، بيعمل تفتيت او ريسوربشن للبون، عشان كده بيخرج كميه كبيره جدا من الكالسيوم والفوسفورس للسيرم. وزي ما انتم شايفين الفرق واضح جدا ما بين الاكشن للباراثيرويد هرمون والكالسيتونين هرمون. كمان الكالسيتونين هرمون بيبقى له اكشن على الكيدني، بيعمل انكريز للرينال كليرانس للمغنيزيوم، وكمان بيعمل انهبيشن للتيوبولار ري ابسوربشن اوف كالسيوم اند فوسفيت. اثناء عمليه الفلتريشن داخل الكيدني بنلاقي ان الكالسيتونين بيعمل كلوجر للكالسيوم شانل، عشان كده كل الكالسيوم والفوسفورس بينزل في اليورين، عشان كده بيزيد داخل اليورين اللي احنا بنسميها الكالسيوريا والفوسفاتيوريا. وبالتالي بيحصل انكريز للكالسيتونين هرمون سيكريشن في حالات الهايبر كالسيميا اللي بتحصل في السيرم. اما بيزيد الكالسيتونين سيكريشن بيعمل ميجور افكت على
البون من خلال ان هو بيقلل عملية الريسوربشن، عشان كده بيقلل الكالسيوم ريليز تو بلازما، وبالتالي بيعمل ديكريز في البلازما كالسيوم، وده زي ما قلنا هو الميجور افكت اللي من خلاله بيقدر الكالسيتونين هرمون يقلل كمية الكالسيوم في البلازما. الاكشن الثاني وهو على الكدني بنسميه المينور افكت، من خلاله بيعمل ديكريز للكالسيوم ري ابسوربشن وكمان ديكريز للفوسفيت ري ابسوربشن، وبالتالي بتزيد كميه الكالسيوم في اليورين اللي احنا بنسميها الكالسي يوريا، وكمان بتزيد كميه الفوسفيت في اليورين اللي احنا بنسميها الفوسفيت يوريا. عشان كده بنلاقي ان البلازما كالسيوم وكمان البلازما فوسفيت بيقلوا نتيجه للاكشن اوف كالسيتونين هرمون. عشان كده يبقى النت افكت او التاثير النهائي للانكريزد كالسيتونين هو ديكريز للكالسيوم اند فوسفورس ليفل في البلازما. الانديكيشنز واي وي ميجر الكالسيتونين داخل المعمل بنستخدمه تو ايفالويت الالتر سيروم كالسيوم ليفل. اي مشكله في الكالسيوم بنقيس الكالسيتونين بالاضافه للباراثيرويد هرمون، كمان assist in the diagnosis of hyperparathyroidism واللي بيحصل فيها disturbance في الكالسيوم ميتابوليزم، كمان الميجرمنت اوف كالسيتونين assist in the diagnosis of medullary thyroid cancer، وعشان كده احنا بنعتبر الكالسيتونين واحد من التيومر ماركرز. الانتربريتيشن الانكريز كالسيتونين ليفل بيبقى موجود في حالات المدلري ثايرويد كانسر، ده عباره عن كانسر بيبقى موجود في الثايرويد جلاند اوريجينيت فروم ذا بارا فوليكولار سيلز اللي هي السي سيل، الخليه اللي بتفرز الكالسيتونين هي نفسها اللي بيحصل فيها الكانسر، عشان كده بيبقى فيه هايبر سكريشن للكالسيتونين بيزيد بشكل كبير جدا في السير، وعشان كده احنا بنستخدم الكالسيتونين تيست كتيومر ماركر لانه هو بيبقى سنسيتيف جدا للمدلري ثايرويد تيومر. لو الكانسر موجود بكمية صغيرة بيزود الليفل للكالسيتونين بكمية قليلة، ولكن لو في زيادة كبيرة جدا في الكانسر في الحالة دي بنلاقي الليفل بيزيد بزيادة كبيرة جدا، عشان كده احنا بنعتبر الكالسيتونين تيست specific وsensitive for medullary thyroid cancer. الحالة الثانية اللي بيحصل فيها increase في الكالسيتونين ليفل وهي الهايبركالسيميا، زي ما قلنا الهايبركالسيميا بتعمل stimulation للسي سيل عشان تفرز الكالسيتونين، فأي سبب بيزود الكالسيوم في البلاد اللي احنا بنسميها الهايبركالسيميا على طول بيزود الكالسيتونين ليفل في البلازما. السبب اللي بعد كده هو الاكتوبيك كالسيتونين بريديوسينج تيومر، دي عبارة عن أنواع أخرى من التيومر بتحصل في البريست كانسر، اللنج كانسر والبنكرياس كانسر. التيومرز دي تبقى من ضمن صفاتها ان هي بتفرز الكالسيتونين، عشان كده الليفل اوف كالسيتونين بيزيد في البلازما بشكل كبير. السبب اللي بعد كده هو البرنيشس انيميا، برنيشس انيميا بتعمل انكريز للكالسيتونين ليفل في البلازما. برنيشس انيميا عباره عن نوع من انواع الانيميا بتحصل نتيجه للديفيشنسي اوف فيتامين بي 12 والفوليك اسيد، واللي بيحصل فيها ماركت ريثرويد هايبر بليجيا، بيزيد عدد الخلايا اللي بتعمل فورميشن للاريثروسايت داخل البون مارو بشكل كبير جدا، عشان كده داخل البون مارو بيبقى فيه هايبر سيلولاريتي نتيجة لزيادة الاريثرويد سيلز، والهايبر سيلولار بون مارو بيؤدي ليه الانكريزد بون تيرن اوفر ريت، بمعنى ان زيادة الخلايا داخل البون مارو بشكل كبير جدا بتعمل تفتيت او تكسير للبون، عشان كده بيؤدي للهايبر كالسيميا، وبالتالي الهايبر كالسيميا بتؤدي للانكريز اوف كالسيتونين ليفل في البلازما. السبب اللي بعد كده اللي بيؤدي لزياده الكالسيتونين وهو الكرونيك رينال فيلير، الكرونيك رينال فيلير هو عباره عن كرونيك دامج للكدني بيؤدي لحدوث السكندري هايبر باراثايرويديزم وهي اللي بتؤدي لزياده الكالسيتون. في حالات الرينال فيلير ازاي الرينال فيلير بيعمل سكندري هايبر باراثايرويديزم؟ لان الرينال فيلير بيعمل دامج للكدني، عشان كده الفيتامين دي is not produced، بيقل انتاج الفيتامين دي داخل الكدني، علشان كده بيقل الانتستينال absorption of calcium and phosphorus لان الفيتامين دي هو المسؤول عن عملية الابسوربشن في الانتستين، وبالتالي بيقل الكالسيوم في البلد، علشان كده بيحصل انكريز للباراثيرويد هرمون بشكل كبير جدا وبيعمل هايبر باراثيرويديزم، والهايبر باراثيرويديزم بتعمل بون دي مينراليزيشن. باراثيرويد هرمون زي ما قلنا هو بيعمل ريسوربشن او تفتيت للبون عشان يقدر يرجع
الكالسيوم ليفل تاني، ونتيجة لاستمرار غياب الفيتامين دي بيستمر زيادة الباراثيرويد هرمون، عشان كده بيزود الكالسيوم داخل البلط بشكل كبير جدا، عشان كده بيعمل هايبر كالسيميا، وبالتالي بتؤدي للإنكريز كالسيتونين ليفل في البلط. السبب اللي بعد كده اللي بيزود الكالسيتونين ليفل وهو السي سيل هايبر بليجيا. السي سيل هايبر بليجيا عبارة عن انكريز نمبر اوف سي سيل في الانترستيشيال تيشوز، اللي احنا بنسميها الهايبر بليجيا، وبالتالي بتعمل هايبر سيكريشن للكالسيتونين هرمون، وبالتالي بيزيد في السيرم بشكل كبير جدا. السبب اللي بعد كده اللي بيزود الكالسيتونين ليفل وهي حالات البريجنسي، وخاصة في الليت ستيج كمان بيزيد في حالات اللاكتيشن. تورنج البريجنسي واللاكتيشن بيحصل انكريز للكالسيوم في السيروم اللي احنا بنسميها الهايبر كالسيميا، عشان كده بيحصل انكريز للكالسيتونين ليفل، وزيادة الكالسيتونين هنا بتعمل بروتكشن اجينست الكالسيوم لوس، لان بيساعد الكالسيوم ان هو يحصل له بريسبتيشن داخل البون، وبالتالي بيعمله بروتكشن من ان هو يحصل له لوس عن طريق الكبد، ودي تعتبر من الفسيولوجيكال فانكشن للكالسيتونين هرمون. الميجرمنت اوف كالسيتونين، نقدر نقيس الكالسيتونين هرمون عن طريق الإلايزا كيتس زي اللي هي موجوده قدامنا دي، من خلالها بنستخدم انتي بودي سبيسيفيك فور هيومن كالسيتونين، بيبقى موجود داخل البليد، بيبقى ثابت على الويل، وظيفته ان هو يتحد مع الهيومن كالسيتونين، وبعد كده بنتعرف عليه بالسيكندري انتي بودي اللي بيبقى متحد مع البيوتين والانزيم، ومن خلال الإلايزا تيست بنعمل كوانتيتيف ميجرمنت للهيومن كالسيتونين سواء في السيرم او البلازما. وبالتالي احنا اتكلمنا على كل المعلومات الخاصه بالكالسيتونين تيست، وعرفنا ان الكالسيتونين عباره عن هرمون سيكريتد فروم ثايرويد جلاند، بيزيد في حالات المدلري ثايرويد كانسر وحالات الهايبر كالسيميا، بنستخدمه فور سكريننج اوف بيبل هو هاف ا فاميلي هيستوري اوف مدلري ثايرويد كانسر. نورمال فاليو اب تو 14 بيكوغرام بير ملي لتر، بنقيسه في السيرم عن طريق الإلايزا تيست، ولازم بنعمل فاستنج قبل سحب العينه. الكالسيتونين is a sensitive and specific marker for medullary thyroid cancer، زي ما قلنا النوع ده من الكانسر originate from the C cell، عشان كده الكالسيتونين يعتبر sensitive and specific marker، عشان كده احنا بنستخدمه كتيومر ماركر للمدلري ثايرويد كانسر.